السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الإعدادي، كل سنة وأنتم طيبين، ترم سعيد إن شاء الله علينا وعليكم يا شباب. إزيكم يا شباب، عاملين إيه؟ النهارده عايزين نتكلم مع بعض من أول دروس الجغرافيا، اللي درس جميل جدا اللي بنبدأ بيه اسمه النشاط الزراعي وموارده في العالم. عايزين نتعرف كده مع أولادنا كده مع بعضنا على إيه هي أنواع الزراعات، طب بنزرع إيه، طب مين اللي ليه أهمية اقتصادية، طب مين المهم بالنسبة لسكان العالم. يلا كده يا اولادنا نبدا مع بعض. بسم الله. اول حاجه يا اولاد بنقول تمهيد. بنقول هنا يا اولادنا ان الانسان زمان كان عايش ازاي. بيقول ان اتجه الانسان لاشباع حاجاته الضروريه لاستمرار حياته في الماضي، فكانت الانشطه بتاعته مجرد انشطه بدائيه فقط بتكفي حاجه الاستهلاك او الاكتفاء الذاتي بالنسبه له، وكان معظمها طبعا سهله المنال او سهله الحصول عليها زي الصيد او الرعي او تربيه الحيوانات. طبعا كلهم كده انا تقريبا بنقول كلهم متعلقين بالحيوان نفسه. اما في العصر الحاضر مع التطور العلمي بنقول تنوعت الانشطه كلها على بعضها، فبنقول وصلت اخر نشاط قدر الانسان يمارسه هو النشاط الصناعي المتطور. خدوا بالكم ان احنا بنقول كده بس ملحوظه ان الانسان في البدايه كان مارس انشطه بدائيه. طيب مع الاستقرار اول نشاط عرفه كانت الزراعه، لكن اخر نشاط عرفه هو النشاط الصناعي الايه؟ المتطور. طيب عايزين نتعرف هنا بقى على النقطة ديت اللي هي الزراعة. هل الزراعة مهمة؟ وظهرت فين؟ بيقول إن الزراعة طبعًا يا شبابنا إن هي ظهرت في البلاد اللي كانت فيها أنهار أو فيها حضارات مستقرة. طبعًا لو إحنا قلنا زي مين؟ كلنا ذهننا طبعًا هيتبادر إلى الحضارة المصرية القديمة في مصر أو حضارة ما بين النهرين في العراق. لكن هل حرفة الزراعة مهمة؟ بيقول طبعا هي مهمة لان هي طبعا هي مصدر غذاء رئيسي للانسان، بالاضافة طبعا احنا بناكل حيوانات واسماك. طيب شيء تاني ان هي مصدر هام جدا للمواد الخام الصناعية، زي طبعا بنقول قصب السكر اللي بيخش في صناعة السكر، والاضافة طبعا القطن اللي بيخش في صناعة اجود انواع الملابس، والمطاط اللي بيخش في صناعة اطارات السيارات. طيب النقطة الثالثة بنقول ان هو إن الزراعة نفسها إن هناك بعض المحاصيل مرتبط زراعتها بتربية الحيوانات، إذا أهمية النشاط الزراعي مصدر غذاء الإنسان، مصدر مواد خام، مرتبط بتربية الحيوانات. طيب النقطة اللي هنا اللي جاية يا شباب بنقول الزراعة، إحنا مش هنزرع كده بأي طريقة وخلاص وفاس بقى وهات بقى أوفة وهات شوية بقى بنقول أغنام ونزرع، لا طبعًا بنقول إن الزراعة أنواع على حسب الهدف منها أو النوع المستخدم أو مناطق الزراعة. شوف كده ان انواع الزراعه هنا بيقول لي كم نوع. عندي اثنين زي ما هو الشكل هنا مبين. اول نوع من الزراعه اسمها الزراعه البسيطه او البدائيه، والنوع الثاني اسمها الزراعه الراقيه اللي بتعتمد على فكر الانسان. طيب نتعرف على كل واحده وخصائصها مع بعض. يلا كده يا اولادنا. بنقول اول نوع من الزراعه اسمها الزراعه البسيطه او البدائيه. المقصود بيها ايه؟ ان بيعمل بيها عدد قليل جدا من السكان، وطبعا بتتم في مناطق صغيره ومنعزله ومتباعده، وتقريبا هنلاقي ان اماكن انتشارها هو هنا الكتاب بيقول ان هي موجوده في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه وبعض السافانا. لكن لو بصينا يا جماعه على خريطه التوزيع بالنسبه للمناطق الزراعه البدائيه، فنلاقي ان برضه مش في الزراعه البدائيه موجوده في المناطق الحاره، لكن ايضا كمان في المناطق البارده زي طبعا التندرا. طيب يبقى اذا بنقول هي موجوده فين؟ موجوده هنلاقيها في اسيا وهنلاقيها في افريقيا وممكن نلاقيها كمان في امريكا الجنوبيه علشان طبعا المناطق الحاره، بالاضافه طبعا المناطق او الاطراف الشماليه من اسيا او اوروبا او امريكا عشان نباتات التندرا المتوفره. طيب مميزاتها ان بنستخدم ادوات بدائيه، تتميز كمان بضيق المساحات وتباعدها. طبعا بنقول الهدف منها هي سد حاجه السكان دون وجود فائض للتصدير. طيب اذا كانت الزراعه دي كلها على بعضها، فممكن نعرف ايه اهم المحاصيل اللي بيزرعوها في المجتمع البدائي او البسيط؟ بنقول زي عندي حاجه اسمها اليام والكثافه والذره والموز. وطبعا اليام والكثافه دي محاصيل اما درنيات او بنقول زي الحبوب، طبعا بتستخدم في المناطق الفقيره للغذاء. النوع الثاني من الزراعه يا شبابنا نتعرف عليه. طيب هنا يا اولادنا بنقول النوع الثاني من الزراعه هو طبعا بينقسم الى قسمين، اللي هي طبعا الزراعه الراقيه، زراعه كثيفه وزراعه تجاريه علميه.
يبقى معنى كده لو جالي في الامتحان يا شباب وقال لي ان انواع الزراعه في العالم بنقول اتنين مش ثلاثه، عشان يقول لي طب احنا خدنا بسيطه ودول اتنين، اقول له لا يا ابني، ان الزراعه في نوعين، في زراعه زي ما قلنا قبل كده البسيطه والرقيه. عن الرقيه تنقسم الى اتنين، زراعه بنقول كثيفه وزراعه تجاريه علميه. تعالوا كده نتعرف على كل واحده وخصائصها. الزراعه الكثيفه هي زراعه الارض بشكل مكثف اكثر من مره في العام الواحد، واكيد هنا بتعتمد على المناطق ذات الكثافه السكانيه المرتفعه، عشان بتهدف الى ايه؟ الى اشباع حاجه السكان المحليين من الغذاء. طبعا يبقى ما فيش وجود فائض للتصدير. الجزء الثاني ان اماكن انتشارها توجد في المناطق الحاره والمعتدله الكثيفه. فرق ان الاولانيه كانت في المناطق الحاره والبارده، لكن هنا الحاره والمعتدله. طيب القصيدة الثالثة فيها إن هي عايزة أيدي عاملة كثيرة. ليه؟ عشان تعدد العمليات الزراعية زي البذر أو الري أو تنقية الحشائش. بس نظراً لأن الحقول الزراعية ضيقة جداً فبيصعب استخدام الآلة أو الميكنة الزراعية. وطبعاً ده بنقول إن الزراعة الكثيفة هي ممكن نزرع الأرض أكثر من مرة بأكثر من محصول. من المحاصيل اللي ممكن نزرعها في المناطق ديت زي القمح وزي الارز وزي القطن، وطبعا زي ما قلنا يا جماعه في المناطق الحاره والمعتدله. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الزراعه التجاريه العلميه. هي المقصود بيها الزراعه الواسعه. يبقى اذا يقول لي في الامتحان ان تعرف الزراعه التجاريه العلميه باسم الزراعه الايه؟ الواسعه. التي تهدف الى الانتاج التجاري الضخم. الله الله الله، ده في نقطه كده مهمه، ان الزراعه الكثيفه سد حاجة السكان، البسيطة سد حاجة السكان، هنا إنتاج تجاري إيه؟ ضخم. يبقى إذا مش بينتجه للاستهلاك، لا للتصدير. أماكن انتشار موجودة في القارات حسب نوع المحصول. بمعنى في عندي مثلا بيتزرع مزارع المطاط والشاي بكميات كبيرة جدا في جنوب شرق آسيا زي دولة الصين أو تايلاند. عندي مناطق طبعا زراعة القمح والقطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن هم بيزرعوا في القمح والقطن على هيئة نطاقات أو مساحات كبيرة. كمان بنقول زراعة القمح موجودة ومتوفرة طبعا إما في أستراليا أو حتى في قارة أوروبا. كما تتم بنقول الزراعة دي في مزارع واسعة هنا مقارنة بالزراعة الكثيفة اللي هي تعتبر في حقول صغيرة. البسيطة بنقول في مناطق صغيرة. طيب كما تستخدم بنقول احدث الاساليب او الاساليب اسف الحديثه والطرق الزراعيه الحديثه طبعا، وده طبعا بيؤدي الى قله التكلفه. ازاي بنستخدم اله وبقلل التكلفه؟ ما هو بيقول لك ان هو الاله ممكن تشتريها مره واحده، لكن العامل او الفلاح اللي بتشتغل بزراعه بياخد طبعا اكل وشرب وكمان فلوس في اخر اليوم او في اخر الشهر، بالتالي دي كلفه على صاحب الارض الزراعيه. فبالتالي ايه النتائج المترتبه على الاعتماد على الميكنه الزراعيه في الزراعه التجاريه؟ قله التكاليف وقله العماله. المحاصيل المشهوره بيها مطاط وقمح وقطن وشاي زي ما قلنا سابق. طيب هنا نتعرف تاني يا اولادنا على حاجه اسمها الموارد الزراعيه في العالم. يعني ايه الموارد الزراعيه؟ قصدي هنا المحاصيل الزراعيه. فممكن نقسمهم الى ثلاث محاصيل. في محاصيل غذائيه ودي بنقول بتستخدم او تدخل كغذاء للانسان وبتشمل فئتين. فئه الحبوب الغذائيه بتقول لك حب زي القمح والرز والذره والشعير، والفئه الثانيه المحاصيل السكريه اللي بتستخدمها في التغذيه زي القصب او البنجر. الفئه الثانيه من المحاصيل عن المحاصيل النسيجيه او المعروفه باسم محاصيل الالياف زي القطن والكتان والجوت. طيب اما الاخير هي محاصيل ذات طبيعه خاصه، او بنقول عايزه ظروف زراعيه مش متوافره الا في المناطق اللي فيها بس زي المطاط او الشاي او البن. هنحاول نشرح منهم مجموعه كده يا اولادنا، سبعه تقريبا محاصيل. هنشرح طبعا القمح وهنشرح طبعا الذره وقصب السكر والبنجر بالاضافه للقطن والمطاط والشاي، والباقي طبعا بالنسبه لي طبعا تم حذفه من الايه؟ من الكتاب. طب نشرح اول حاجه يا اولادنا
القمح. القمح ما انا عارف انا باكله طبعا، باكله الصبحيه وبالظهر وانا بتغدى وبالعشاء، وطبعا باخده افطار معايا لو رايح مدرستي. فبنقول هو يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب الارض، مش انت لوحدك بس اللي بتاكل طبعا عيش. طيب، حيث يصنع منه رغيف الخبزه والمكرونه والحلويات، واكبر قاره في انتاجه طبعا هي قاره اسيا. يبقى معنى كده ان هو بيتزرع في كل قارات العالم، لكن اكبرهم اسيا واكبر دولتين حسب الرسم البياني اللي هنشوفه هنا طبعا بعد الخريطه. هلاقي قارة دولة مين؟ دولة الصين ودولة الهند، طبعا بيتبعهم الولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظ حاجة يا شباب، إن أنت عندك دوت إن القمح دوت يا شباب هو غذاء رئيسي لكل شعوب الأرض. طيب، نيجي نتكلم في المحصول الثاني اللي هو محصول الذرة. هو من الحبوب الغذائية المهمة، بس ايه طبعا احنا عارفين ان الذره طبعا شيء من الكوميديا ان احنا بناكلها هنا طبعا كسبيل التغذيه او تسليه، لكن بنلاقي ان الدول المتقدمه او القارات المتقدمه بتستخدمه كعلف للحيوانات زي امريكا الشماليه، وطبعا هنا الاستفاده بتاعته بتبقى بطريقه غير مباشره، لانها بتاكل الحيوانات وفي الاخر هي بتاكل الحيوانات. وبنقول ان اكبر قاره امريكا الشماليه واكبر دوله استنتاجا من القاره هتبقى الولايات المتحده نظرا لاتساع المساحه فيها. وبيقول كمان ان بيصدر جزء منه للخارج، يبقى اذا نسبه التصدير من الذره ما بتكونش كبيره لانه معظم الانتاج بيستخدم كعلف. الفئه الثانيه لو هنتكلم هنا في توزيع الذره، وهنا الرسم البياني اللي بيقول ان امريكا الشماليه يتبعها اسيا ثم الجنوبيه واوروبا وافريقيا واستراليا اقل واحده. لو اتكلمنا في المحاصيل الثانيه، المحاصيل السكريه المنتجه للسكر. طبعا بالنسبه لمنتج السكر، اول حاجه هو قصب السكر، هو الرئيسي في انتاج السكر، وطبعا بيتزرع طبعا في المناطق المدارية الحاره، وده بيحتاج لمياه بنقول وفيره ودرجه حراره مرتفعه. وعشان كده هنلاقي ان هو موجود في معظم قارات العالم مش جميع، لان طبعا اوروبا مستثناء لان اوروبا مناخها معتدل او بارد، فبالتالي القصب مش هيناسبها خالص. طب واحد يقول لي طب انا عايز اعرف اكبر دول في انتاج قصب السكر، هقول له بالترتيب برازيل وهند وصين. البرازيل والهند والصين. طيب عندي هنا حسب الرسمه البرازيل والهند والصين اكبر ثلاث دول في انتاج قصب السكر. اتكلمنا في المحصول الثاني يا اولادنا اللي هو محصول بنجر السكر. انا عارف ده المحصول الثاني في انتاج السكر، وده محصول معتدل مش هنلاقيه غير طبعا في القارات المعتدله، طبعا على اولهم طبعا ورأسهم اوروبا، وبيتزرع طبعا في فرنسا والمانيا. وايه السبب في ان فرنسا او ان قاره اوروبا القاره الاولى في انتاجه لملائمه ظروف زراعته فيها بالاضافه للتربه الخصبه. القاره الثانيه هي قاره امريكا الشماليه. اللي عندي هنا بيتزرع في افريقيا بنقول طبعا بكميات كبيره، ويمكن اكبر دول في انتاج البنجر في افريقيا هي مصر. ركز، اكبر دول العالم في انتاج البنجر فرنسا، لكن في افريقيا هنلاقيها مصر طبعا بالاضافه لجنوب افريقيا والمغرب. ثم ناتي لمحاصيل جديده اسمها المحاصيل الالياف او المحاصيل النسيجيه. هنا اللي بتنتج خيوط او بتصنع فيها الملابس، فطبعا هنشرح بالنسبه لي القطن. انا عارف القطن بنقول بيستخدم في صناعه الملابس والمنسوجات ومصدر لاستخراج زيت بذره القطن والاعلاف. وده بيتزرع طبعا بنقول في القارات اللي هي المعتدله او ممكن الحاره، فهنلاقي ترتيب القارات هي قاره اسيا، بعديها قاره امريكا الشماليه، ثم امريكا الجنوبيه وافريقيا المرتبه الرابعه. فشوفنا اسيا هنلاقي ان اكبر دوله فيها الصين والهند، في امريكا الشماليه تبقى الولايات المتحده، طب في امريكا الجنوبيه هيبقى في عندي البرازيل والارجنتين، اما بالنسبه لافريقيا مصر والسودان. واحنا عارفين القطن المصري وخدناه في السنه اللي فاتت بنقول ان مصر والسودان من القطن فيهم من اجود انواع الاقطان في العالم، لانه معظمه قطن طويل التيره. طيب هنا طبعا فريده بتوزع لي طبعا مناطق انتاج القطن في العالم. اتكلمنا هنا يا اولادنا عن اخر نوع من المحاصيل اللي هي محاصيل ذات طبيعه خاصه زي المطاط الطبيعي، وهو عباره عن عصاره او سائل يستخرج من جذوع اشجار استوائيه وهي تعرف باسم اشجار الهيفيا. طبعا اهميته زي ما سبق وقلنا ان هو بيخش في صناعه اطارات السيارات، واكبر قاره اسيا ويتبعها افريقيا، لكن اكبر دوله زي ما احنا شايفين كده تايلاند اللي تقع طبعا جنوب دوله الصين.
ناتج المحصول الاخير اللي هو محصول الشاي، وده بنقول اشجاره اشجار دائمه الخضره في مناطق موسميه متشبعه بالحراره المرتفعه والرطوبه العاليه، عشان كده ظروف زراعته مش متوفره الا في مناطق معينه. فالموطن الاصلي ليه هو موجود هنا في شرق اسيا، وهنا بتقول ان بيتزرع في التربه الخصبه الخفيفه اللي هي جيده الصرف يعني، بالاضافه للمناخ الحار والهواء الرطب يعني كميه رطوبه عاليه، والاضافه للمطر الغزير. وتاتي طبعا الصين اكبر دوله انتاجا للشاي. بكده يا شباب نكون عرفنا ان الزراعه نوعين، وان المحاصيل حسب نوع استخدامها فبنقسمها لمحاصيل غذائيه وفي محاصيل نسيجيه وذات طبيعه خاصه. بنكون اتعرفنا فيهم يا شباب على اكبر قارات واكبر دول، وطبعا ربنا يوفقكم طبعا ان شاء الله في الدروس اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.